تمت اليوم عمليات مرافقة الحاج انطلاقا من بيته وسط الزغاريد وصولا إلى مطار مصطفى بن بلعيد الدولي لولاية بتنا، مرورا بأول نقطة عند مسجد أول نوفمبر لولاية بتنا، أين تم استقبال حجاجنا الميامين من طرف الهلال الأحمر الجزائري، أين قاموا بتوجيههم وتقديم الإرشادات اللازمة للحاج ومرافقتهم في الحافلة. لتكون وجهتهم الثانية مطار مصطفى بن بلعيد الدولي لولاية بتنا، أين تم هناك استقبالهم وتسوية أمورهم إلى غاية انطلاق الرحلة وإقلاع الطائرة. حيث تم توديعهم من قبل والي ولاية بتنا الدكتور محمد بن مالك.